السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة عن لعبة سونر رون. المهم طبعا هاي اللعبة انا صار لي تقريبا شي 6 ساعات او 7 ساعات عم بلعبها، عم بتعلم عليها، فاكتشفنا كثير اشياء فيها. المهم نحن هون بالماب شايفين شلون اكتشفنا تقريبا كل الماب. طبعا لا تاكلوا هم، في مابات ثانية يعني هون شوفوا وينها، جولد ماب شوفوا عنا هون لسه، هي رحنا دخلنا عليها لسه، ما دخلنا عليها لسه. هون في عنا هون العوالم هاي، يعني لسه في عنا شغل كتير، عوالم كتير ما شاء الله ممكن نشتغل فيها ونتنقل عليها. لكن هلا بس خلينا ناخذ هيك مشن صغير هون بهي المهمة، وهي هون موجودة على هالطريق هذا، بس هيك لازم نكتشف هالأماكن ونرجع. لكن قبل ما نروح نكتشف هاي الأماكن اللي عم نحكي عليها، أنا تركت تريلة المازوت هون، فمنروح نعبي مازوت ولا ما بده؟ معنا 25% فنقصنا 15، ما بده، خلينا نروح نكتشفها، أو خلينا نروح نعبي مازوت، لأن يعني 15 هي بتفرق كتير صراحة. منروح نعبي مازوت ونرجع. ما بعرف إذا أنتم بتحبوا هيك نمط الألعاب، ما بتحبوا، والله أنا شوف صراحة أنا استمتعت فيه جدا جدا جدا، بس بدها دركسيون جد ممتعة لا توصف. لا 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 يعني المتعة فيها جدا خرافية، بس المشكلة شلون؟ تحتاج ساعات لعب كثير، يعني انا صار لي 6 ساعات ما عملت شيء، حرفيا ما عملت شيء، مو ما عملت شيء لانه انا ما بعرف العب، يعني ما بعرف استخدم السيارات، باخذ السيارة بنص الطريق بتغرز، برد ارجع من الاول، بترد تغرز، برد ارجع من الاول، بقول بلكي هالمرة يعني ها بنتحسن، نقدر نعمل اشي، كل مرة نغلط غلطة، عرفتوا علي؟ فيعني بنحاول انه بنسوي شيء. طبعا هاي السيارة جبتها بطريقة ما بعرف شلون، المهم دخلت لقيت طلعت لي هاي السيارة موجودة، وهي السيارة هي سيارة عسكرية، أو ممكن تشتريها، أو ممكن أول ما تنزل باللعبة تلاقيها موجودة قدامك ما بعرف. المهم طبعا هو المازوت بالعادة لازم يتعبى من الكازية، تمام؟ بس ولكن أنا في تريلا، هاي تريلا مازوت، هلا بورجيكم. بتعرف شو صار لي على القوم فيها عم بسحبها؟ عم بسحبها بهي السيارة تقريبا 3 ساعات تماما. وقف هون طبعا، بنوقف هيك بنقول له فل، تمام. شوف هلا اول شيء بدنا نرجع، برجوع هلا شوف في عنا هذا الطريق وعنا هذا الطريق، رح ارجع ادخل هي من هيك نحدد الطريق اللي رح نرجع منه، لانه من الواضح انه هون مهمة، وبعدين بنمر على هي او هي بلاها هيك بس. هاي التريلا شايفينها، هاي التريلا اللي هون موجودة، وين كانت؟ عصيانة، عصيانة هون طبعا، شحطها من هون لهون. طبعا الطريق اللي شحطها فيه يعني هلا بورجيكم شلون. شايفين التريلا هاي هيك شايفينها نص، يعني هلا انتم شايفين فراغ، شايفينها الدواليب كلها غطسة بالمي بالوحل، وهي السيارة عم بتفرفح بالارض تخيلوا. ف بظروف مائية جدا صعبة، طبعا هي لازم يكون انا جايب سيارة اكبر، بس ولكن انا ما عندي سيارة اكبر بالوقت الحالي. انا شفت يوتيوبر توني محل ما بلشنا الفيديو فيه، شفت واحد معه راس شحن كتير ضخم، فسحب هديك الكبيرة وطلع فيها، يعني هلا حتى هي ما طلع لحاله، كان وقتها هن ثلاثة يوتيوبر عم بصوروا سوا، فدخلوا وشحطوا هاي السيارة الكبيرة وطلعوا فيها، اللي أول ما بلشنا الفيديو شفتوها كانت موجودة بظهري، بطلع لكم إياها على يمين الشاشة بتشوفوها. هيك سيارة ضخمة وثلاث سيارات وماشيين مع بعض وعم بساعدوه، وكل ما غرزت السيارة ناس تسحبوا من هون، ناس تسحبوا من هون، ولقوا جايبين معهم واحد بجر السيارة، والتاني راكب سيارة مثل هاي هيك، شلون أقول لكم إياها؟ يعني عم جروا من على الجنب مشان كل ما تغرز تضل عم تخلص عم تطلع، واحد عم يجرها من قدام وواحد عم يتفش من ورا، حاطط راس سيارته عم يتبسها من ورا حتى يحركوها، تخيلوا. فمعاناة يعني، فكل هذا الحكي انا رح العبه لحالي طبعا تخيلوا، يا لا متعة. شوفوا انتوا هون شلون الحجر، اي هذا في شي صار بالدواليب، صار يطلع صوت. اوه الله يستر، والله في شي غلط انا. المشكلة ما عم بشوف شي من ورا هاي الاشارة تبعتي. في هون طريق لازم ندخل منه، هذا هو الطريق جنبي. وين الطريق؟ والله مالي شايف شي يا معلم
اتوقع الطريق هون لاني في صخر قبل اكيد. لا عليكم. واهم شيء يعني هون الماب يعني تشوف مسافات تقول تفكرها مسافات كبيره، بس ولكن هي كلها جنب بعض. هي هون موجوده، شو نطلع عندها؟ بس هاي نكبر. لا بنضل ساوي بعدين نطلع اليمين. انا ليش ما اخذت المشن عند ما كنت عندها؟ ما بعرف. هي فوق. ايه شلون انا بدي اطلع فوق معلم؟ هي لازم نطلع عندها. يعني تخيل انتو تشوفوا هيك مهمة وشوفوا هيك صخر، هذا ايش بدي يطلعني لعند انا؟ اوه عند البراميل، بس ما تخلي بدي انقلهم. كيك ركل، كيك ركل او رفس، شو يعني ارفسهم؟ والله ما فهمت. كاتب كيك. يعني شلون كيك؟ انا ما فهمت. لا 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 لا، بس ما تقلبي، بس ما تقلبي. لا يا الله لا تقلبي. تعرفوا ايش اللي صار؟ هلا اللي صار انه هلا لازم انا ارجع بنكنسل على المهمة هاي، انساها. انا ارجع البيت و امبوسيبل يعني صراحة، يعني امبوسيبل. شوفوا انا وين موجود، انا موجود هون والمشن موجودة هون. يعني انا بدي لبين ما اوصل بدي شي 3 ايام ونص للاربع ايام، مستحيل اوصل اليوم مستحيل. فلذلك خلينا نروح على المهمات الاساسية اللي حطنا اياها اللعبة. يعني انا كان بدي انا بس اخذ البرج، يعني انا لو اخذ البرج او في عنا هي التريلا ايش رايكم نروح نودلها؟ طيب 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 راح اجربها هاي السيارة قبل ما اروح هذيك السيارة. وينها تبعيتي؟ ضلت بالكراج صح؟ ضلت بالكراج. في عنا هون تريلا عصياني هاي، تمام؟ راح اروح اجرب اخذها وامشي فيها. شوف تمشي فيها يعني ممكن واحد يستفيد منها يمشي فيها ولا مشكلة؟ ما فيها دول اللي بتعطيك الدفع الرباعي والشغلات هاي القوية. فاذا ما قدرنا بس ان شاء الله تمشي معنا يعني. والله شوف هلق لحد الان الامور مبشرة بالخير صراحة، يعني عم تمشي مشي رهيب. ولازم حاطين عليها الشغلة مستفيد منها مازوط او اشبه ذلك. بس الدويري عم ترقص رقص. طلعوا انتوا جوز مالكم حاسين بالفرق لانه انتوا مالكم مجربين، بس انا بالنسبة لي حاسس بفرقها. يعني الله بس الدويليب من ورا عم بتنط نط. اتوقع كان مطلوب مني غير الدويليب افضل. شوفوا هلا هون الامتحان الصعب. شوفوا هالمكان هذا، اذا نفذنا بسرعة اذا امور السيارة ذهب، اذا ما نفذت بسرعة السيارة امورها مو ذهب. لحد الان الوضع يبشر بالجيد، لكن بس صار في حمل يبين معنا. طبعا انتوا هلا بتقول هذا عبولول شلون هيك؟ والله ما عم ببولول ولا شيء. قبل انتوا شفتوا قبل شوي شلون هذيك حاططها؟ ما في نص التريلا رايح هاي ولا انا هيك شايف؟ طبعا في شي هون شي حلو انه ممكن تسوي هيك تحت سيارة هيك وتكبس وتجرها، فهيك يصير الجر من النص. طبعا هلا بنرد بنركب من هون من جرا هيك. بس هذا الشيء سلبي، بتعرفوا ليش؟ لانه بيرفع الدولاب الوريني بس هي عم بيتفشها يعني. هو على كل حال انا بدي اعرف المصمم هاي الطرقات شلون عند الناس لو صارت تمطر كمان مشان نزيد الطنبلي. ما في مكان هون؟ لا هي شوفوا هذا المكان مثل المستنقع.
يا الله ما أصعبه. طيب ما راح أوجع راسي أنا كتير فيه. ما بقدر أروح الكراج، ما بقدر أروح الكراج. أعطيني سيارتي اللي كنت راكبها يا معلم وخليني أطلع فيها. خلاص خليني أطلع بسيارتنا. هو مش قد الميتور، هو الميتور 250. ميتور أكبر، هون أكبر ودويليبها أحسن يعني، وموزنة وفي كتير أشياء موجودة هون. المهم إيش كنا بدنا نروح نسوي؟ والله نسيت. جربنا وتجربة طلعت فاشلة جدا. ايش بدنا نروح نسوي كنا؟ ما حاطين المشن فوق، يمكن مو هي المشن فوق ولا غيرها. اتوقع انه لازم ناخذ صناديق كنا قررنا. طيب بناء على ما تقدم طبعا بعد بحث طويل 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 جدا جدا جدا، اطول من حياتي، اخر شي قررت يعني هلق يعني حسب بيك شايفه افضل مشن شايفها انه اجرب هذا الطريق. مو هو كرمال الطريق هون، بدي اجرب انه بهي السيارة اركب هذا الطريق، هل راح اقدر امرق فيه كلياته وبجي لهون باخذ طبلية وباخذ اشي وبرجع فيها؟ بس مستحيل امر من هون، مستحيل، صعب جدا. طيب طب بنروح بنجرب. اني ما بظن انه راح اقدر، يعني اول مرة فشلنا وثاني مرة فشلنا، فراح نجرب نحن ونشوف ان شاء الله يسر علينا. يا رب اتكلنا بالشقة بالله. طبعا هون في مشكلتين، المشكلة الأولى إنه مازوت ما راح يوفيني، هاي أول شيء، هاي واثق منها 200% تقريبا إنه مازوت ما راح يكفيني. ثاني إشي ما بعرف يا اسم الطريق، سيارات ما هن كفؤ بدرجة يعني كافية، والطرق يعني مو نص نص، يعني موت موت يعني. لو انه خيو ممكن التحدي ينقبل لدرجة معينة. ايش بهذا عصي؟ طبعا في شغلة بالسيارات، لو مركبة هذا الاشي طلع عصي. يا لسه ما دخلنا، يا الله. طبعا في شي معلق بالسيارات موجود، بس هون بالشحن بالسيارات الصغيرة موجود اللي هو دفع الرباعي. ايه رهيب. وين وين ايش في هون؟ مو من هون في طريق؟ مثل قرصة صايرة. عمان قلت انا الحجر شلون بدي اطلع لي هون؟ شوفوا انا ماني خايف بأي السيارة. يا خودي يا الله، يا رب، يا رحمن، يا رحيم. يلا اطلع. انا انكسرت الشجرة. ايوه طبعا هون عاملين زر الكبس، مو زر شو اسمه، الازرار جنب بعض. يعني لو حاطين مثلا اللي بيمسك الحبل حرف الاف بداله زر الفارة كان يطلع رهيب. يلا طيب خلينا نجرب هيك. ايوه انا هذا بدي اياه. شايفين شلون؟ مو بس يجرها، يرفعها. يلا امشي. ايش بو هذا الدولاب؟ يرفع دولاب ينزل. يا الله يا خديه، يعني اذا اليوم وصلنا بالراحة بالفيديو هذا رحنا فيه كويس. يعني بكمل انا الفيديو بس بعمل لكم تسجيل سريع. هو لازم تستفيد من الونش بشكل غريب حتى تقدر تمشي. طبعا شباب شايفين انتوا انا كم انا محترف فيها، يعني اذا شاركتونا مع هيك بمعلومات بسيطة من عندكم عن اللعبة بيكوني ممنون جد. يعني كوني مو بس ممنون، ممنون كتير. يعني تحكوا لنا انه شو هي الافضل السيارات، شلون نعدل عليها، ايش لازم نسوي، بنروح بندور على القطع يعني نمشي بالمشينات اهم،
ولا بكويستات أهم، ولا بنروح على غير عوالم أحسن؟ ما بعرف، انتو انصحونا مشان المازوت شلون حلته، لان عم نعاني من ورا المازوت مشكلة. يعني هلا بس فضي المازوت بدي ارجع اعيد من الاول، يعني نكبر دبو المازوت او بنسوي شيء. يعني انتو اكيد شايفين الناس عم تلعبها اكتر مني، يعني انا شفت 4 5 عم يلعبوها، بس يعني مو كلهم يعني هدول. تمام. يلا يلا اوف، شوفوا صراحة اللي احكي لكم اياها بصراحة جدا كبيرة. يعني هذا الطريق رغم عارته وضيقته بس يعني اشرف من هذاك الطريق. يا خودي يا رحمن يا رحيم، كيف الدركسيون لما بيرقص هالوش قدامك بيذكرني بأيام سورية. كان في منه ان هدول كتير يعني بسوريا موجودات، وخصوصا عن سيارات الدولة، بتلاقي من قوة الميتور مع برج تحس قدامك طابون كله ابرج. اوها او هو لك وين صرت انا؟ اه صح. ايش هالطريق طلع ما اضيقه يا الله. خديه طبعا على فكرة، ها كل هذا طلوع، يعني لسه ما بلشنا بالنزول. شوف بنجرب هذيك بلكي تيجي معنا. اجت شجرة كلها يا الله. وقف معلم، ندورنا على شي شجرة تاني. هاي شوف الله، شوفوا هو في غلطة أنا غلطة، تعرفوا ليش؟ لأن هي لازم أنا رايح على اليسار بعدين جاي على اليساري. طيب خلينا نرجع شوي كمان. بس يكون هون وصلنا نهاية الفيديو، محاولات فاشلة كلياتها، طريق فاشل مستحيل هذا نمره بهاي السيارة، امبوسيبل مروا على الطرف الثاني. فلذلك رح ننهي هذا الفيديو لهون، وان شاء الله بالفيديو الجاي نكمل نعيد الطريق من اول وجديد، ونشوف شو الله يقسم لنا شو الله يفتح علينا. تمام، يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.